الخوف، القلق، التوتر، ضعف الثقة بالنفس، كل هي الصفات ممكن يزرعوها الأهل عند أطفالهم من عمر صغير، ممكن تكبر معهم مع الزمان وتأثر بشكل سلبي، وأثبتت الكثير من الدراسات أنه ممكن تؤدي لاضطرابات عقلية ونفسية. لهيك نور اليوم رح نبدأ أولى فقراتنا للحديث عن القلق والأطفال. أكيد هايدي، لأنه بالأخير الطفل أي شيء بيكتسبه هو صحيح. من البيئة المحيطة، هو مثل الإسفنجة بيمتص كل شيء حواليه. البيئة المحيطة بتلعب دور بتربية الطفل، ببناء شخصيته، ببناء الثقة بالنفس. رح تحكي اليوم عن القلق عند الأطفال، قديش هيدا الموضوع مهم، بيأثر على نفسية الطفل وعلى شخصيته بالمستقبل، وكيف فينا نتعامل معه كأهل، والأهل قديش لهم دور فعليا فينا نقول بهيدا القلق، لأنه أحيانا بتحسي الأهل بيزرعوا بعض التفاصيل يمكن النفسية بأولادهم للأسف بسبب طريقة المعاملة. أكيد. لنحكي عن هيدا الموضوع أكثر معنا الدكتور أنس دالي، أخصائي في الطب النفسي. يسعد صباحك، أهلا وسهلا فيك. يسعد صباحكم. يعني يسعد صباحك دكتور. فيك. بالبداية دكتور، بنستغرب كثير لما نسمع أنه طفل عنده قلق. بنعرف أنه الكبار عندهم قلق، عندهم توتر كثير من الأمور، لكن لما نسمع الطفل بنستغرب، شو السبب وشو هي الأعراض اللي ممكن تظهر عند الطفل لنعرف أنه عنده قلق؟ تماما صحيح. هو اضطراب القلق أول شيء هو اضطراب يعني شائع عند البالغين. صحيح. بصير عنده نوع من التفكير التوجسي عند البالغين، الخوف الدائم او خلينا نقول شيء غير مبرر، دائما توقع الاحتمالات السيئه بكل شيء، مع شويه اعراض معرفيه اللي هي خلل بالتركيز، عصبيه دائمه. هلا الطفل كمان باعمار مبكره حتى ممكن انه يصير عنده كمان القلق، ولكن بيعبر عنها بلغه خاصه شوي، ما بتجي بصوره نمطيه مثل صوره البالغ. صحيح. بالتاكيد نحن الاطفال اجمالا بالاضطرابات النفسيه عند الاطفال اجمالا والقلق خلينا نقول تحديدا، في امور معينه نحن بنلاحظها. بتكون اول شيء اعراض الخوف او القلق بذاته يعني مرتبطه بالبيئه او بالمفاهيم المحيطه فيه، يعني هو دائما بيكون عنده ما عنده احتمالات مثل البالغ، مشاريع واعمال ويخاف من حادث سياره لا لا مو هيك، انما بيخاف مثلا من تهديد الانسه، من تنمر بالمدرسه. صحيح. بيخاف دائما انه يكون عنده اجابته فيها نوع من الخطا. فدائما حدود الخوف او القلق بتكون بهي الافكار، هيك افكار محدوده تماما ضمن بيئته او ضمن مفاهيمه. طيب شو ممكن كمان نحن يعني كيف ممكن نستقي انه هذا الطفل، شو العلامات اللي ممكن تدل انه هذا الطفل عنده قلق؟ اكيد في علامات يعني ثانيه نحن ممكن نرصدها كاهل، كاطباء، كمعلمين. شو هي؟ يلي هي بتكون اول شيء دائما في نوع من التشبث بالاهل بشكل دائم، في نوع من خوف المغادره من المنزل. في نقطه كثير مهمه انه الطفل بعمر صغير نحن نرصدها التغير بالمستوى الاكاديمي، يعني دائما الخوف تغير المستوى الدراسي، الطفل كان بمرحله دراسيه معينه، بدا يرفض الذهاب للمدرسه، بدا يصير عنده تراجع بالمستوى الدراسي. ايضا واحده من النقاط الاخرى اللي ممكن تصير، بصير الطفل المحيط تبعه دائما عباره عن خوف، بمعنى دائما بيتكلم عن احلام عم تجي بالليل، انه دائما مرتبطه بشيء مخيف. بيرفض حتى بيصير حتى لو بلغ عمر معين يعني قادر انه ينام لوحده او تعود انه ينام لوحده، لا بصير بيطلب دائما وجود حدا من الاهل. في شيء بنسميه مثل نوع من الانخداعات، كيف يعني دائما الطفل بيستقي من شخصيات الكرتون او الشخصيات اللي بيسمع عنها شخصيات مخيفه. صحيح. فبصير بيصر الطفل على انه هو شافه لهذا الشخص. هلا هون بصير في خلط ايام، في شيء بفكروه اهلاسات او هلوسات، لا هي الاهلاسات هو شوف شيء انا مانه موجود. الطفل انما مثلا مثل ما بنشوف بعض افلام الكرتون انه بصير مثلا بينظر اثناء يعني اطفاء الضوء للستاره او للايه تماما، بصير بيعتبره انه لا هو شخص جاي مثلا ياخذه او جاي يخطفه او جاي انه يعني يعمل شيء طبيعي نوعا ما. تماما. لما يكون في مبالغ فيها. تماما. لما نحكي فيها عند القلق عند الاطفال يعني بيكون في انواع يعني درجات للقلق. دائما هي كلها يعني كلها سمات اللي عم بحكيها هي اوكي ممكن يكون موجود بشكل طبيعي عند الاطفال، ولكن انت بنقول صارت وقت تعمل نوع من التعطل بشكل عام وتصير هي المسيطره طول الوقت. تمام. هي اكيد الطفل ممكن يصير عصبي، ممكن يصير عنده خوف، ممكن يصير عنده كوابيس، كلها بتصير بشكل منفصل بشكل متباعد. فينا نصنفها تحت انواع؟ يعني فينا نصنفها انه في انواع للقلق عند الاطفال ولا درجات الأطفال. فينا نصنفها؟ هلا اكيد الدرجات موجوده، ولكن حتى عند الطفل تمام في انواع خاصه لعند الطفل. هلا الشائع هو المرتبط بالاطفال تحديدا شيء بنسميه قلق الانفصال. هلا قلق الانفصال هو ممكن يكون ظاهره طبيعيه وممكن يكون حاله مرضيه.
ظاهرة طبيعية إنه بحوالي عمر 8 شهور 9 شهور للسنة بيبدأ عند الطفل، وقت الشخص الطفل بيصير مثلاً ببلش بداية الوقوف بداية المشي بيصير عنده نوع من يعني كمان تمسك بالأهل أو التشبث بالأهل، بس نعتبرها هي مرحلة تطورية طبيعية لأنه الأهل أو الأم أو مقدم الرعاية مرحلة الفصل الأولى هو تماماً هو يمثل كل شيء له. فهي بعمر السنة لعمر سنتين وشوي سنتين وشهرين سنتين إلى حد سنتين ونص مقبولة كظاهرة طبيعية وتبقى مستديمة يعني بشكل دائم. صحيح. وما بتخللها نوع من الأشياء المرضية، يعني بقصد إنه 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 الطفل أول شيء هو ماله بالمدرسة فما راح ما عنده ما مطلوب منه نشاطات كتير. صحيح. مبالغ فيها. هو أساسا وسطه الطبيعي دائرة الأمان هي تماما بين أهله. صحيح. وغالب معظم ساعات يومه بين أهله، إنما ممكن يصير يبدي شوية سلوكيات يعني عصبية أو استثارة بالمزاج أو بكاء شديد عند الانفصال العام خصوصا عند الأمهات العاملات. صحيح. وهي لحد سنتين ونص تبقى حالة طبيعية، لكن إذا بعد سنتين ونص لثلاث سنين لأربع سنين دخول سن المدرسة بلش هاي الحالة من ظاهرة الانفصال تستمر عند الطفل، فهون نحن دخلنا بحالة مرضية دائما تتجلى بأنه يعني التشبث المفرط بالأهل، عدم الرغبة بالمغادرة، البكاء اللي بنسميه البكاء العنيف أو البكاء المفرط الشديد مع إصدار أصوات وصراخ ما هو بكاء عادي. دائما بيعبر عن 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 امور معينه حتصير فيما لو طلع من المنزل. هي بس الطفل يكبر شوي بعمر 3 او 4 سنوات بانه مجرد ما طلع من المنزل هو بيعتبر انه قطعيا في شخص حيخطفه او انه ما حيقدر يرجع، او في بعض الاطفال بحالات شديده ممكن يعبروا انه بيعتبر انه في حال بعد عن والدته فوالدته هي حتموت وما راح ما حيقدر يرجع يشوفها. تماما. فهو بيعتبر هذا الانفصال هو انفصال نهائي. تمام. هي فكره قلق الانفصال انه ما راح يعني يصير في فرصه للقاء مره اخرى. واحدة كمان هيك نقطة كتير مهمة هي ممكن تلاحظ عن طلاب المدرسة إنه تحديدا مثلا مثل يوم السبت أو بداية صباح يوم الأحد ببلش الطفل يتشكى شكايات جسدية ما لها مفسرة ما لها منطقية. تماما. هي طبعا موجودة بأكثر من الطلاب نفسي ولكن موضوع عم بيظهر تكرار لأنه كلياتنا كنا نقول مرضانين. تماما تماما تماما. صحيح. واحدة من الأمور كمان مميزة من أنواع القلق شيء بنسميه الصمات، يعني السكوت والامتناع عن الكلام. هذا الامتناع عن الكلام بيصير بيبقى بمواقف محددة، هو خلينا نقول بيرتبط مثل ما بيقابله عند البالغين حالة من القلق الاجتماعي أو الرهاب الاجتماعي. الشخص اللي بيخاف أو بيخجل يتحدث قدام الآخرين، الطفل بيدخل بحالة من التجمد، حالة من التجنب، حالة من الصمات. وبيميزها أنه بتكون حالات معينة بالمدرسة مثلا بوجود شخص معين من العائلة ربما يمثل نوع من الرعب للطفل أو نوع من التهديد، أحيانا نوع من خال عم جد بيمثل حاله من هيك من السلطه او السيطره ضد الطفل، فبصير عنده حاله صمات مستمره. وشرط انه حتى نقول هذا الصمات انه تكون لغته سليمه، يعني ما فينا نقول عن الطفل ما له مكتمل اللغه عنده انه هذا عنده صمات. لا، شخص مكتمل عنده اللغه بيتكلم بالمنزل بيحكي بشكل كامل بيتفاعل بشكل كامل، ولكن بمواقف محدده بصير عنده نوع من الصمات المستمر. طيب لما بنجي نتعامل مع مخاوف هذا الطفل كثير بنكرر كلمات لا تخاف لا تقلق عادي بتمرق، هل هذا الشيء صحيح ام بنكون عم نضغط على الطفل؟ بالتاكيد. هلا هو دائما حتى علاج القلق عند الاطفال يعني دائما هو العلاج النفسي، خلينا نقول المعرفي مو العلاج الدوائي خصوصا بالاعمار الصغيره. فالعلاج النفسي هو مبادئه الاساسيه شو هو الشيء بنسميه العلاج المعرفي، ازاله مخاوف الطفل، تبريره، الحديث معه، النقاش معه. طبعا ما بكفي يقول له لا تخاف، هي ممكن إيه تكون رسالة له ولكن رسالة غير مفسرة لأنه الطفل يعني دائما بحاجة لتبيان بلغته البسيطة. ترجم طبعاً له فعل لأن الكلام مش. وفي نقطة كتير مهمة تماما حضرتك مثل ما ذكرتيها أنه الطفل بأعمار خصوصا إذا كانت مبكرة جدا عمر 3 سنوات أو 3 سنوات ونص 4 سنوات هو الطفل حتى لا يعني مفاهيمه غير مكتملة، فيمكن يكون النقاش معه حتى مو كتير مجدي. إنما الطفل دائما بحاجة لسلوك متعلم، لحالة مشاهدة، بحاجة مثلا لدفعه لأنه يخوض تجارب معينة، إنه يورجوه أنه مثلا ما في شيء، ودائما بيكتسب عن طريق الفعل. يعني دائما هو أساسا الخوف غالبا من شو تشكل عنده، غالبا في عامل بيولوجي، يعني في عامل من الأساس عنده استعداد الطفل ليصير قلق، ولكن البيئة المحيطة هي اللي بتفاقم، الأم اللي بتخاف كتير. صحيح. الأم اللي بتهدد كتير، يعني مو الأم بالذات، تصور الأهل اللي أو البيئة المحيطة أو المدرسة اللي بتهدد كتير إنه كذا إذا ما تم عمل هذا أنت حتنحبس، أنت حتروح على غرفة الفيران، أنت كذا. فهذا التهديد المستمر بشكل نوع من الربط عند الطفل بأنه هو دائما معرض للعقاب، معرض لتهديد معين، معرض، وممكن تتطور هي الحالة. لأنه الأخير هي الأفعال مكتسبة. تمام. يعني حتى الخوف الطفل بيولد ما بيعرفه هو مكتسب من المحيط، ومثل ما قلت خلينا نحكي دور البيئة، يعني البيئة المحيطة قديش بتلعب دور إيجابي وبنفس الوقت ممكن تلعب دور سلبي. يعني نحن نقول إنه دائرة الأمان عند الطفل. تمام. هي أمه، العائلة الصغيرة، أمه وأبوه، بس هي بالأول أمه. لما يحس حتى هيدا التهدد من قبل هيدا الشخص قديش بتأثر على نفسيته. هو أحياناً البعض الأمهات ما بيعرفوا إنه هن عم يعني عم يرتكبوا سلوك سيء تجاه طفلهم، هن عم بيعتبرين الموضوع عادي إنه أنا إذا هددته أو خوفته. بس نحن بنعرف إنه كل شيء مكتسب في أول 5 سنوات هو خلص بيمشي مع الطفل بمسيرة حياته بالمستقبل. تماماً. هو يمكن يترسخ أكثر وأكثر. تماماً. هون في نقطة
دائما الاضطرابات النفسيه مثل ما ذكرت انه في دائما بسموه عامل بيولوجي استعداد انه الطفل هذا مستعد، وفي عامل البيئي. هالعامل البيئي يشكل نسبه كبيره، بس كمان في وجهه نظر اخرى انه حتى العامل البيولوجي لا يفعل الا اذا توفرت الظروف البيئيه. فاذا فينا نعتبر انه دور البيئه اشبه ما يكون بالدور الكامل، يعني سواء كان دور البيئه بشكل منفصل او حتى الدور اللي بيفعل الحاله البيولوجيه اللي بيفعل الاستعداد هذا. انت يا بتفعلها يا بتلغيها. تماما كبيئة. فدور البيئه هو الدور الاساسي، وكل نظريات القلق، كل نظريات الاضطرابات النفسيه عند الاطفال هي مرتبطه بالبيئه المحيطه اللي غالبا بتصير بحالات الفقد، بحالات الهجر، بحالات الانفصال، بحالات التعنيف بشكل كتير كتير كبير. وفي وحده يعني في نوع كمان من الفرضيه الاخرى كمان مثل ما ذكرت السلوك المتعلم، كيف انه قد ما تكون الام مثلا عندها نوع من فرط الحمايه، ما يكون عندها اوكي في نوع من التربيه الجيده والمثاليه، ولكن الطفل دائما بيقتبس السلوكيات او المفاهيم من الام. فالام اذا كانت قلقه او الاب اذا كان قلق او بيتعامل مع الامور دائما بحاله مفرطه من القلق من الخوف من كذا، فهذا السلوك بسموه السلوك المتعلم او التعلم يعني تماما التعلم المتفاعل. الطفل دائما اقتبس شيء معين لانه هو يمثل له نوع من المسل العليا كلها بالنسبه له للطفل، او المصدر اللي بيستقي منه هي مقدم الرعايه. فدائما يعني ممكن يشوف الموقف معين حتى بالرهابات البسيطه، يعني مثل الرهاب من الحشرات، الرهاب من شيء معين، ربما يشوف رده فعل امه مثلا عن ظهور حشره بالمطبخ، فهو خلص بالنسبه له صار هذا الحي الحشره هي مصدر رعب ومصدر خوف، حتى لو ما طلعت بنفس الفتره، ولكن صحيح. عند البلوغ ترسخت وهي احد يعني هي النظريات اللي خليني اقول الشائعه او هي اللي بتحتم انه هذا السبب. إنه السلوك المتعلم دائما هو الدور الاساسي عند الام، لو ما طلعت بلحظتها ولكن بيبقى مؤهب الطفل عند البلوغ وما بعد البلوغ، ويعني بمراحل متقدمه انه دائما بنشوف عند الطفل الاول، يعني بتلاقي احيانا بتشوف عند الطفل الاول انه عنده دلال قديش اخذين هم والتجارب كيف بدك تربيه وكيف تمام دلال مع فرط نوع من فرط الحمايه ونوع من الخوف المفرط، فدائما الطفل الاول بيكون مختلف. صحيح. طيب دكتور، ذكرت حضرتك بحديثك انه القلق هو مكتسب من تصرفات الاهل، يعني يوم نلاحظ انه كثير اطفال بيقلدوا اهلهم، مثلا تلاقي الام بتخاف تطلع بالاسانسير او بتخاف من السباحه، لا شعوريا الطفل بيتقيد بهذا الشيء، نحن كيف ممكن نعالج هذا الوضع بحيث انه ما يكبر معه لبعدين؟ تمام، هلا هون يعني احدى انواع القلق في شيء كمان اسمه الرهابات المحدده، يعني هو يخاف من شيء معين، هلا دائما عند البالغين او عند الاطفال اذا كان الرهاب مرتبط بشيء معين فهو اسهل ضبطه. ممكن تعريض الطفل بمراحل تدريجية، يعني إلها سلوك معين، إلها برنامج معين علاجي بيتم أول شيء مثلا بالشيء المعين اللي يخاف منه الطفل، تعريضه لفيديوهات مثلا ضمن عرضه للموقف المعين، تعريضه لفيديوهات مثلا مع سماعات، بعدين ممكن نحكي له عنه، بعدين ممكن يجربه بوجود الأهل نفسهم اللي هو اكتسب منهم هذا السلوك، بعدين بمرحلة أخرى ممكن إنه يجربه. فدائما كسر الرهاب المحدد بيجي بشكل خطوات تدريجية، خطوات معرفية بنسميها سلوكية تدريجية تكسر الحاجز، دائما بيكون أسهل. إنما الأصعب هو إذا كان القلق الأساسي أو القلق المعمم دائما، لأنه هون الطفل خلينا نقول ما في مصدر واحد، ما في مصدر واضح للقلق أو للخوف. بيكون الطفل بس قدام حالة سريرية عم بيخاف، عم بيعبر دائما عن حالة من العصبية، عم بيعبر عن حالة من الرفض، بس بيكون في خلفية. طبعا في خلفية أكيد، بس بقصد هون صرنا بالقلق المعمم عند الأطفال ما عندنا سبب واضح مثل الرهاب المحدد. فهون شوي بتكون القصة شوي نوعا ما معقدة. كمان في نحن في عامل بدنا نحطه، ربما الطفل ما عم بيحكي، بيئته المنزلية تكون جيدة ولكن عم بيتعرض لتهديد معين برا، ممكن حالات التحرش، حالات التعنيف بالمدرسة، للأسف. تنمر للأسف. فهي كلها ممكن يعني بتتطلب نوع من البحث المفرط والشديد دائما بالبيئة المحيطة. الاحتمالات دائما كلها لازم تضل قائمة، لأنه قبل ما نحكي بالخطة العلاجية نحن القلق المعمم اللي بيكون شائع، إذا كان في سبب مباشر وواضح فأكيد إزالة السبب هي الخط الأول. صحيح. إذا ما زال مصدر التهديد، ما زال مصدر الخوف، فنحن لا عم نفوت بحلقة دائما متكررة، ممكن يصير تحسنات بسيطة، تحسنات جزئية. خلينا نحكي عن هي النقطة تحديدا، لما نقول الخطة العلاجية ولما نحكي عن حالة قلق ما عم نفهمها كأهل، لأنه الرهابات بعد سن الأربع سنوات خمس سنوات مثل اللي ذكرناها بتلاقي الأهل بيقدروا يتعاملوا معها نوعا ما وبتختفي مع مرور الوقت. هون كيف تكون خطة العلاج؟ وأحيانا مثل ما قلت طريقة الطفل للتعبير مختلفة، أحيانا بيخاف يعبر لأنه مصدر الخوف والقلق عنده كمان بيكون بالنسبة له تهديد، يعني فهون كتير في يعني مسؤولية على الأهل وصعب نوعا ما. واليوم مثل ما ذكرت عم نشوف على السوشيال ميديا التنمر بالمدارس أعمار صغيرة، وللأسف يمكن هي بحالة الحروب بتلاقيها بتعوم أكثر. كيف هون فينا نعالج؟ لأنه أحيانا بتلاقي الأهل بيكتشفوا مراحل متأخرة وهذا مؤلم، لطريقة العلاج بتكون صعبة طويلة، ما بدنا نعرض الطفل لإلها. تماما، مشان هيك كل نماذج العلاج المقترحة على القلق هي ما لها عبارة عن معالج وجلسات. صحيح. هي كيف شو بيسموها دائما بيسموها البيرنت تشايلد مثلا، أو مثلا تيتشر تشايلد، يعني اللي هي
يعني خلينا نقول دائرة العلاج تشمل عدة أشخاص أو عدة أطراف، تحديدا الأطراف اللي بيتواجد فيها الطفل. يعني إذا كان بالمنزل بمنزل جده عند الدور المعلمة كتير بيكون شيء أساسي بهذا الموضوع، لأنه ما هي عبارة عن شيء مجرد بمجرد جلسة أولى جلسة ثانية جلسة ثالثة أنا سلوكيات علاجية معينة، لأنه بحاجة لتعاون هالثلاث أطراف. أولا بتحديد يعني أخذ خلينا نقول مثل أخذ الإفادة أو أخذ القصة السريرية المرضية من الأطراف الثلاثة، إنه شو ملاحظات المعلمة، شو ملاحظات الإدارة، شو ملاحظات الأب والأم، إذا في حدا طرف آخر ممكن كمان أخذ فيه ملاحظات الأقران كتير مهمة أحيانا. كتير الأقران ممكن إذا كان عنده أقران أو الطفل صديق معين ممكن يعبر أكثر باللغة البسيطة إنه الطفل عم بيخاف من شيء معين أو فلان عم بيهدده أو هذا. تحديدا انه الاطفال ممكن يلاحظوا على بعض اولا، وثاني شيء ممكن الطفل انه يحكي للقرين تبعه او صديقه اكثر. النقطه الثانيه اللي بيقولها انه مثل ما ذكرت حتى الخطوات العلاجيه بدها تضافر الاطراف كلها تماما اجباري. بس احيانا بحس انه في دائره الامان هي عند الطفل الام، قديش بتعزز هي الصفه عند الطفل الأول. تماماً. ممكن هو يقدر قد ما كان متعرض يقدر يلجا لها. يعني لما تقول له انه انا لم انا امك بهي انت الامان، مستحيل حدا ياذيك او مستحيل حدا طول ما انت معي انا حاطه دفاع. هون بتكسر هيدا الشيء. ممكن هو بالدرجه الاولى اكيد الاهل مقدم الرعايه وتحديدا الام، عشان هيك اسمه حتى النموذج الاساسي للبيرنتد تشايلد. يعني انه انا التمرينات العلاجيه او التمرينات هي المعالج بيقعد ممكن مع الطفل القلق مع الام اكثر ما يقعد مع الطفل. صحيح. لانه التوجيهات اللي بيعطيها اياها، المهام اللي بيعطيها اياها. هلا ممكن دائما ايام كسر حاله القلق او حاله الخوف بتغيير معين بالبيئه بيكون بتغيير معين بالنشاط، باعطاء الطفل مهام بسيطه ممكن ينفذها واعطائه الاطراء عليها. ممكن بصير اتفاق مثلا مع المعلمه انه دائما يكون في مكافاه مقابل جهد لو كان بسيط. يعني لو كانت اجابه عاديه ما نعطي مكافاه بالمجان. صحيح. ولكن بتعمل له نوع من التقدير الذات اكثر، نوع من هيك بصير ممكن بالنسبه لاقرانه بياخذ مكانه معينه، خصوصا اذا كان عنده نوع من الاحساس بانه هو خجول او هو ما عم بيحب يشارك او ممكن يضحكوا عليه او فالطفل مثل ما انه صح يتلقى فكره سلبيه، صح انه دغري مباشره في يتلقى فكره ايجابيه بديله بتصرف احيانا معين او سلوك معين. صحيح. فما بتطول كثير فتره العلاج عاده. طيب بالنسبه للقلق كثير بياثر على سلوك وتفكير الاشخاص الكبار بالعمل، كيف على الاطفال؟ هون احنا كنا عم نحكي عن الاعراض وحسيت انه بتشبه اعراض الاكتئاب، شو الفرق بين الاكتئاب والقلق؟ خلينا نقول الاكتئاب دائما ما بيكون مرتبط بالمستقبل، الاكتئاب كل الاعراض يمكن تكون موجوده حتى عند الاطفال اللي ذكرتها. التشبس بالأهل، الخوف، الأحلام، الكوابيس، الأعراض الجسدية، أحياناً السلوكيات نسميها نكوصية، إنه مثلاً تبول لا إرادي بيرجع الطفل لهي السلوكيات بعد ما يكون خلص منها وتم ضبط المسارات البولية. فدائماً نحن عندنا الاكتئاب خلينا نقول يعني هو له معايير كل واحد، ولكن الاكتئاب خلينا نقول ينظر دائماً غالباً للمستقبل على إنه مسدود ومغلق وما في أمل، بينما القلق ينظر للمستقبل بحالة من التوجس والريبة، لا بالعكس هو مشغول بالمستقبل أكثر. الاكتئاب غالباً بينظر للماضي، يفكر بالماضي، بيشتار أحداث الماضي، بصير عنده نوع من العجز. بينما القلق هو حالة شلون الشخص منا بيكون قلق إذا عنده امتحان، هذا قلق طبيعي. صحيح. ولكن هون فهو بيبقى مستنفر إذا عنده امتحان، عنده مقابلة، عنده عمل معين ليستيقظ بوقت معين، هذا قلق إيجابي. ولكن هون بيصير كمان إنه بالقلق المرضي نوع من الاستنفار الشديد، الشخص دائما متأهب لظرف معين بده يصير معه، حأطرد من شغلي، حيفشل مثلا الارتباط، مشروع الارتباط معي، مثلا بدي اضطر للدين، دائما يفرض احتمالات سلبية حتى لو ما لها أساس حاليا. فهو دائما القلق مشغول بالمستقبل بشكل توجسي وبفكر فرض احتمالات، بينما الاكتئاب ينظر للمستقبل على انه شيء مسدود ما في مستقبل اساسا، في نوع من الانقطاع على الامل وانشغالاته بتكون بالماضي اكثر. طيب دكتور سريعا خلينا نعطي نصائح معنا دقيقه لكل الاهالي اللي عم يتابعونا والامهات ليكونوا مو يكونوا شريك لزياده القلق. للاسف في بعض التصرفات هن مو قاصدينها لاطفالهم، كيف فيني انا فعليا اعمل كنترول بالبيت كأم مع طفلي بحيث ما خلي حاط القلق عنده مستمرة؟ تماماً، هي بالدرجة الأولى يعني البيئة أو دور الأم هو دور أساسي مو بس بالقلق، بالاضطرابات النفسية كلها. دائماً في خطوط حمر، فرط الحماية يعني شيء دائماً، هذا اللي هو السبب الأساسي للقلق هو بدافع الخوف على الطفل، هو ممكن أنه لا يسبب للطفل نوع من الشخصية المرضية حتى مع المستقبل، شخصية غير قادرة على المواجهة، شخصية خجلة اجتماعياً، شخصية متجنبة. بالعكس دفع الطفل لمواجهات معينة، دفع الطفل للاعتماد عليه، دفع الطفل ليخوض تجارب، دفع الطفل ليدافع عن حاله، دفع الطفل ليجاوب، دفع الطفل ليروح يشتري ممكن يجيب غرض معين أو يساوي شيء معين، هي سلوكيات بسيطة بالبيت، سلوكيات بسيطة بالبيت ممكن بالعكس تأهب لحالة من الشخصية، حالة مثالية. بالعكس قد ما كان في خطر مهدد، قد ما كان في ظروف صعبة، قد ما كان في يعني حالة بتدعو الأم للخوف أو القلق المستمر، على الاقل عدم اظهار هذا القلق او عدم اظهار هذا الخوف بشكل مباشر، عدم المنع المباشر، عدم التهديد بانه
لا في شيء معين حيصير، ممكن يصير والله خطف، ممكن يصير والله ممكن سيارة انه تدعسك، ممكن كذا. اذا كان في خطر فعلا وانا بدي امنع عن الطفل، على الاقل انا الاقي اي وسيله غير مباشره دون ما اهول له بانه في دائما لازم يراعي عمره العاطفي. تماما بالتاكيد بالتاكيد. وكل ما كان الطفل اصغر كل ما كانت هي المفاهيم بتلاقي انه ما حيميز بين خلينا نقول الحقيقه والخيال، مفهومه الحقيقه والخيال لا، فهو بيعتبر دائما انه في وحش، بيعتبر دائما انه في حرامي مترصد برا، بيعتبر دائما انه في سياره اجباري راح. بدنا نشكرك كثير دكتور انس دالي اخصائي في الطب النفسي، شكرا لكل المعلومات اللي قدمتها لنا. وقتنا خلص سريعا معك، بس حكينا عن اشياء كثير مهمه حاولنا نضوي عليها كرمال كل الاهل اللي عم يتابعونا ياخذوا لو بنصيحه بسيطه. شكرا كثير. شكرا كثير لكم.